الآن من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد رامي أهلا بك، ما آخر المعلومات حول هذا التوتر الذي تحدثنا عنه شمالي سوريا؟ نعم صباح الخير. التوتر هو مستمر على ما يبدو، هناك من يدفع هؤلاء الشباب إلى المحرقة في محيط منبش. نتحدث نحن عن منبش وتلتمر 54 قتيلا على الأقل في أقل من أسبوع نتيجة هذه المحرقة التي دفع إليها بطلب من جهة ما تحت مسمى العشائر، وهم ليسوا بعشائر، هم فصائل الجيش الوطني. وأيضا للمفارقة بأن هيئة تحرير الشام تقاتل مع هؤلاء في ريف منبش، أي أن هناك دفع لإشعار تلك المنطقة. اليوم هناك محاولات جديدة كانت من هذه المجموعات، أمس كان بالصوت والصورة وقالوا بأنهم دخلوا وتقدموا، وإذا بها كامل المجموعة سقطت بين قتيل وجريح، قبلها مجموعة أخرى في تلتمر 24 قتيل منهم. لماذا يدفع هؤلاء الشبان للمحرقة لا نعلم. نتحدث عن 10 أيام فقط ما بين شمال شرق سوريا وشمال سوريا وشمال غرب سوريا، نتحدث عن نحو 250 قتيل أو ما يزيد في هذه الاشتباكات الدامية التي خلقت من عدم، ولم يكن هناك أي اشتباكات في تلك المناطق قبل أن يعدها من قبل جهة ما. حقيقة الأمر لا نعلم من هي. تقول أنا سيد رامي أنك لا تعرف دوافع هؤلاء، لكن للذين لا يعرفون المنطقة جيدا قد يرون فيما يحدث ربما توتر طائفي، هل هو كذلك أم لا؟ عرقي توتر طائفي بين هيئة تحرير الشام. عندما تهاجم قوات النظام الذين يتحدثون بالأشرطة المصورة يتحدثون بشكل طائفي، ولكن في تلك المنطقة يتحدثون بأنهم يقاتلون قصد، بعد ذلك يقولون الأكراد. يعني هناك من يريد أن يغذي النعرات الطائفية والعرقية داخل الأراضي السورية في هذا الوقت بالذات. هناك تنديد أممي، ولكن مع الأسف رغم التنديد الأممي القتل مستمر في سوريا. 10 أيام كانت دامية امتياز، ولكن رغم كل ذلك لا تزال التغذية العرقية والطائفية مستمرة من بعض الإعلام الموجود في تركيا أو غيره. وما دور النظام السوري في كل ما يحدث؟ النظام السوري هو المغذي والمحرك. يعني ما هذا السر على الاتفاق ما بين الإعلام المعارض بين المزدوجين الموجود في تركيا وإعلام دمشق الذي يغذي الفتنة بشكل كبير جدا في شرق الفرات؟ لا نعلم ما هذا الود والوفاق الآن في هذا التوقيت بالذات. سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.